كابتن صالح سليم حقيقة أنا لما جيت من السودان سنة 73 ما كنتش أعرف عنه، يعني إن هو ليجند، تاريخ كبير. 73 وقتها كان تقريبا كابتن صالح مبطل 66 67، يعني بقى له 7 سنين بس كان مبطل، لكن اسمه كان كبير. وكانت حقيقة ما كانش لسه رئيس نادي، كان وقتها ماسك المشرف على كرة القدم مع 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 كان كابتن شربيني وكابتن حسن حمدي، والمجموعة دي كلها كانت موجودة وقتها في النادي الأهلي. فأنا لما جيت النادي الأهلي حقيقة قابلني قال لي أنت ليه جيت النادي الأهلي؟ اشمعنى النادي الأهلي؟ ما رحتش الزمالك ليه؟ بالرغم إنه عمر النور وسمير محمد علي كانوا في الزمالك والناس كلها بتروح الزمالك. قلت له والله أنا حقيقة اللي جابني هنا واحد اسمه سورين اسكندريان، أرميني عايش في السودان ومرتبط بالأهلي المصري قوي جدا، بيجي كله فترة يتفرج على النادي الأهلي ويتفرج على حضرتك في الأربعينات والخمسينات، وهو يعني من الأهلاوية اللي خلاني أنا إني أنا أجي المكان ده. المرة الثانية اللي قابلته بعد ما اختبروني في النادي الاهلي، انت برضه تعرف اللعيبه اللي بيجي جديد ده بينزلوا التمرين، لو له كويس قوي وسريع وقوي وبيخبط ومش عارف ايه وبيشوط وكده بياخدوه، لو زي حالاتي كده قصير ما بيعرفش يجري بقى حدش بيعبره. بعد كده بقى كابتن صالح وانا مدرب بقى. انا مدرب كنت طبعا بحتك بقى بالمدربين الاجانب، كنت مع ديتمر كرامر الالماني اللي جه هنا عمل دورات تدريبيه، وكنت معاه في كورسات كلها في مع الاتحاد المصري، كنت المترجم الخاص بتاعه. فبدأت عندي الإدوكيشن وبدأت عندي المعلومات الخاصة والإنفورميشن عن كرة القدم بالإنجليزي. خلت كابتن صالح برضو تشد، جه الآلان هاريس في التسعينات مدرب نادي الأهلي اسمه الآلان هاريس، كابتن صالح كان له نظرة ثاقبة إن أنا أكون موجود معه. وحقيقة طوال السنوات من 73 كلاعب ومن 82 كمدرب لحد ما مشيت الاتحاد الأفريقي، علاقتي بكابتن صالح سليم كانت ممتدة على 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 أوجه مختلفة، من لاعب لمدرب لمهندس اللي برضه كمان حاجات في العقود. لما جه فيليكس ابواجي ولما جه اللعيبه الاجانب اللي جت كنت حريص ان اكون معاهم على طول. دي حته حقيقه مهمه جدا كابتن صالح سليم استفاد مني وانا استفدت منه فيها، يعني ساعدته في الفتره دي. بس ما كنتش متوقع انه كابتن صالح سليم ده بعد ما انا قعدت، طبعا انا عارف الهيستوري بتاعه كله، كل الحاجات اللي عملها كابتن صالح في حياته انا موثقها. واخر حاجه عملت له شريط فيديو انا وعمر عبد الخالق المخرج اسمه الشموع الحمراء، بدل الشموع السوداء سميناه الشموع الحمراء، كما هي في حياة المخرج عمر عبد العزيز المخرج. صراحة أبكى الجميع، يعني حياة جبت فيك حاجات عن صالح لاعب، صالح أخ وصديق ومدرب وإداري ورئيس نادي واجتماعي مع الأعضاء، يعني كان الحياة في الانتخابات كل الحاجات دي جمعها هذا الشريط لمدة 10 دقائق، يعني سطر تاريخ صالح سليم كله. الحقيقه كان صالح سليم كان شخصيه متكامله، كان هو مش مهندس عايز يشتغل بالهندسه، هو مش فني عايز في الفن، مش عارف ايه في الحاجات اللي بيتكلم على كل حاجه، تلاقي في الرياضيات والحساب والايه تلاقيه برضه عنده خبرات. كابتن صالح كان كوليكشن من شخصيه متكامله فيها كل حاجه، يعرف في كل شيء. يعني الحقيقه انا سعيدت جدا ان الفتره اللي قضاها دي اتعلمت منه الكثير، كان حقيقه اكبر مننا ب 20 سنه 25 سنه، يعني بيكبرنا في الفتره دي، كنا بنعتبره اب ونعتبره رئيس نادي ونعتبره كابتن ونعتبره ليجند ونعتبره غدوه ومنتور ونعتبره المثال لينا كلنا. حقيقه علمنا منه كثير، يعني شخصيه كانت مؤثره جدا فينا كلنا حقيقه. وفاته كانت بالنسبه لنا مفاجاه، كان واحد معانا في الجنينه والله دلوقتي، يعني شوف السنين عدت قد ايه واحنا داخلين من التراس بنشوف الاماكن اللي بيقعد فيها فوق في التراس في الاماكن اللي بيقعد فيها، جاي ماشي كده في الطرقه، كل حاجه دي بنتخيلها لما نيجي نقعد مع بعض كلنا كزمايل قدام نتخيل كابتن صالح ده داخل مثلا. الحاجات دي كلها مش هننساها لانه ترك بصمه يعني حياه في النادي الاهلي كبيره جدا، ونحن طبعا يعني ما زلنا بنتاثر بكل اللي عمله وبكل اللي الحاجات اللي هو علم يعني علمها لنا. بنعتقد انه هو ترك ارث يعني كبير جدا من الحاجات اللي هي هيريتج كبير لنا، ونحن بنشكره جدا على الفترات اللي قضيناها معاه ونترحم عليه ان شاء الله، ونتمنى يعني ربنا يغفر له ويرحمه ان شاء الله.